السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءة جديدة وحصرية على قناتنا لمواليد برج الحوت. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. الفترة اللي جاية باذن الله هتكون فترة تقدم، فترة اخبار سارة، فترة راحة من بعد التعب اللي في حياتك. وهنشوف مع بعض ايه التوقعات وايه التبشرات وايه قراءتنا النهاردة، وكمان ايه اللي هيكون عندنا الفترة اللي جاية. صلوا على الحبيب. ادخل في اي وقت وخد توقعاتك وتبشراتك. بسم الله. عايز اقولك اني باين على اللون بتاعك. بص هنا، انت هنا عندك طاقة، الطاقة دي هتتوزع على حياتك الايام اللي جاية. انت دايما بص مشاعرك عالية، دايما بتتميز ان انت صادق جدا في مشاعرك، صادق جدا في افعالك، صادق جدا في كلامك، في كل ما تمتلك في حياتك انت صادق فيه جدا. بس الفترة اللي جاية هيكون في تغيرات حلوة. احب اقولك كمان ان انت هنا عندك الحاسة السادسة عالية قوي، دايما قلبك بيدلك على الحاجة قبل ما تحصل، دايما بتلاقي الحاجة اللي بتتوقعها فعلا بتحصل. الفترة دي كمان من اكتر الفترات اللي انت في ورق بتجهزه، في حاجات معينة انت بتجهزها. إيه الله اعلم اذا كان ورق سفر، ورق خارج البلد، ورق معين في بالك، الله اعلم. انت اكتر حد تعرف ايه الورق اللي عندك ده، اهو اللي قدامك خطوتين وتخلصوا، او قدامك خطوتين وتعملوا، الله اعلم. بس انت الفترة اللي جاية اقدر ابشرك ان انت عندك تخليص ورق او امور بتحاول تتخلص منها، امور بتحاول ان انت تصفي حساباتك فيها. فانت الفترة اللي جاية دي اطمنك بخير وبطاقات عامة. دايما اقولك علاقتك بحرف الام، اهو علاقتك بحرف الام، بينك وما بينه كلام. حرف الام ده موجود في حياتك، حرف الام بينك وما بينه مواجهة، بينك وما بينه كلام، بينك وما بينه نفور، بينك وما بينه شراكة، الله اعلم. بس بينك وما بين حرف الام حرفيا كلام او مواجهة او مواضيع هتتفتح ما بينكم، وهيبقى في كلام حلو هيتقال، وممكن كمان يكون في صلح. فانت عندك علاقة، عندك شراكة، عندك حاجة تخص حرف الام. يعني ممكن يكون انتوا عندكم حرف الام حد بيكرهكم، انتوا عندكم حرف الام حد بيحبكم، بس القراءة تنطبق على الجنسين. فانتوا عندكم حرف الام موجود في حياتكم. هنا كمان عندكم حرف الالف، حرف الالف ده هتدخلوا معاه مشروع، وهو هيكون سبب سعادة ليكم، سبب مواضيع عندكم الله اعلم. بس في امور انتوا هتحاولوا تصفوها. اقدر اقول كمان ان انتوا الفترة دي بتحسوا بأعراض، عندكم الأعراض دي ولسه موجودة بتحسوا بيها. الأعراض دي عبارة عن صداع، عبارة عن توتر. بصوا هنا عندكم نفور، بتنفروا نفسكم من علاقات أو من مواضيع أو من حاجات. فعشان كده أقدر أقول لكم إنه استعيدوا بالنشاط. عندك خمول، عندك كسل، عندك إرهاق، وشك بدأ يدبل، في حاجات كتيرة جدا عايز تصلحها في حياتك مش عاجباك. حاسس إنه أنت هنا بتدفع تمن الغلطة اللي انت غلطتها، او بتدفع تمن حاجة انت عملتها في حياتك. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليك عندك سفر خارج البلد، عندك رحلة خارج البلد. بص هنا حتى اسم محمد ظهر لكم، عندكم رابط مع اسم محمد، اهو مرسوم رسم في حياتكم اسم محمد ده، يعني ده موجود بشكل كبير في حياتكم. في كمان هنا الست دي عاملة زي العقربة، بتأذي فيك من ورا ظهرك، مبينة لك الأمان، مبينة لك الحب، مبينة لك إن هي بتحبك وعايزة مصلحتك. بس هي مش بتحبك ولا عايزة مصلحتك، هي لو طالت تخرب بيتك هتخربه، فخلي بالك منها عشان هي بتروح وتيجي عليك قاعدة في أرض بيتك. في كمان هنا خاتم خطوبة، خاتم جواز، عندك خطوبة الفترة دي، عندك جواز هيتكمل على خير، عندك علاقة جديدة في الحب. فانت عندك محبس خطوبة او عندك حاجة تخص الجواز الفترة دي. الفترة دي هيكون فترة ليك انت، فترة راحة. اقدر اقول ان انت هترمي ورا ظهرك اشياء كتيرة جدا، اشياء تعباك. الفترة اللي جاية دي هتقابل الشخص اللي هيكون هو فعلا يستاهل محبتك، يستاهل فعلا انت تعمل حاجات عشانه. بص هنا النغزة اللي في قلبك دي بتجيلك من غير اي سبب، وعشان كده بتمر بكام يوم ارهاق زي ما قلتلك، بتحاول تستعيد نشاطك، بتستعيد حيويتك في الحياة.
في حد هنا كمان انت بتحب تتكلم معاه، بتحب تاخد من خبرته، بتحس انه اكبر منك سن، اكبر منك عقل، بتحب دايما تسمع له. الحد ده بينك وما بينه ان شاء الله هيكون في كلام، واقدر اقول ان انت المشروع اللي انت داخل فيه ادخل فيه بقلب جامد عشان هيكمل، وهيبقى سر نجاحك، او هيبقى سر ان انت تحسن في حاجات كتيرة جدا في بيتك او في اشياء، خصوصا الفترة اللي جاية هتكون فترة تحسن في حياتك. حرف الايه موجود في حياتك؟ حرف الايه ده حد كويس، حد هيحاول يبقى يوصلك لبر الامان، هيحاول ان هو يقف جنبك فعلا ويساعدك في حاجات كتيرة جدا انت محتاج حد يقف فيها جنبك. بس عايزاك تخلي بالك دايما من شخص ممكن يتخلى عنك في وقت انت محتاجه، او في وقت انت محتاج حد يقف جنبك. الشخص اللي يتخلى عنك في شدتك اوعى تكلمه تاني، او اوعى تعبره اصلا، خلاص اللي يبعد عنك بمزاجك صدقني هيبعد عنك في اكتر وقت انت محتاجه فيه. مهما تتظلم ومهما تتخان وتتعب، كل حاجة بوقتها، وهتلاقي الفرحة اللي عايمة عن حياتك في أقرب وقت. ليه؟ علشان انت دايما بتحاول بقدر المستطاع تقرب من ربنا، بتحاول تعمل حاجات فيها استقرار نفسي. دايما كلامك طيب، كلامك حلو، بس عصبيتك ممكن تودر كل حاجة حلوة انت بتعملها. عصبيتك ممكن تخليك تندم وتحاسب نفسك، عندك عذاب الضمير رهيب. في بعض الأحيان بتحس إن أنت طيب زيادة عن اللزوم، وبتيجي على نفسك ساعات عشان ترضى الآخرين، وده غلط. أنت بس وازن وما تجيش على نفسك عشان ترضي حد، لأ يعني ما تجيش قوي، اهدى اهدى عشان توازن وعشان تنجح. وبلاش تضيع طول الوقت فرص بتتعرض عليك فيها نجاح ليك. كل ما تجيلك فرصة، كل اللي أقوله لك فكر فيها، حتى لو انت مش هتاخدها او مش هتكمل فيها، بس فكر فيها علشان خاطر تطلع من اللي انت فيه. خلي بالك انت في دماغك دوشة، في دماغك تفكير، في دماغك حاجات كتيرة جدا، يعني ممكن يكون ضربات قلبك سريعة دايما، من وقت للتاني بتحس بنغزة، بتحس بعدم تفكير، مش قادر تفكر، مش عارف تعمل ايه، وبتحاول تدي نفسك فرصة ايجابية، وبرضه مطعون ومتخان. ليه؟ عشان دايما شايف الحياة بشكل مختلف. ومن اكتر الفترات اللي انت بتنام فيها دموعك على خدك، بتصحى الصبح احلام مزعجة، كوابيس، وبتصحى كمان الم في الجسم غير رهيب. عشان كده انت دايما مصاب بالتعب اللي مستمر في حياتك. ففي فرحة وفي طاقة وفي تغيير وفي حلم وفي حاجات كتيرة جدا هتحسن منك، وعندك فتح اسمة جديدة في حياتك، إذا كانت عاطفية أو إذا كانت مادية نفسيا الله أعلم. ففي فتح جديد، أمور هتستجد عندك الفترة اللي جاية، بس اطلع من الهم والمشاكل الكبيرة اللي صايباك، أو من أي حاجة ممكن تدخلك في حزن زيادة عن اللزوم. عندك كمان تعاون مع الآخرين، حد هيتعاون معاك وانت هتتعاون معاه، وهتمدوا ايديكم لبعض، ومن بعدها كل واحد فيكم هياخد فترة من الراحة، فترة من الاستيقاظ كده لحياتك بشكل مختلف، عشان في امور بإذن الله هتستجد حلوة وهتفرحك. وافتكر ان في حاجات كتيرة جدا هتفرحك وهتسعدك. ليه؟ علشان انت اليومين دول متشائم، انت اليومين دول ما بقتش تتكلم زي الاول، ما بقاش عندك طاقة، ولا حتى ما بقاش عندك تسمع لحد، لا خلاص ناوي. ومن دلوقتي للفترة اللي جاية هتثبت وجودك، من دلوقتي للأيام اللي جاية هتستعد لباب اللي هيتفتح في حياتك، وبكمان التغيرات اللي هتبقى واخدة جزء كبير جدا من حياتك. فطاقاتك قدام عينك، اشتغل عليها، عافر، جاهد، اوصل، انجح، ودي نفسك الراحة اللي انت محتاجها، وما تسمعش كلام اي حد مهما يكون. في حد عندك موجود حاليا في حياتك متعدد العلاقات، او ماشي في طريق مش طريقه، وانت دايما بتحاول تنصحه، او دايما بتحاول تقوله ارجع من الطريق اللي انت ماشي فيه، الطريق ده مش صح،
واقف عمال تنصح فيه وعمال تزن على ودانه، بس مش راضي يسمع كلام حد. بيعمل كل اللي هو عايزه وبيعمل كل اللي هو مقتنع بيه، حتى لو كان المقتنع بيه غلط. اقفوا جنبه وافضلوا زنوا عليه علشان ما تحسوش انتوا بالذنب بعد كده. اعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا، الباقي ربنا هو اللي عالم بيه بعد كده. الامور عندك كل حاجة هتكون في مكانها، وهتحس بالفرحة في الوقت المناسب من بعد الراحة اللي انت هتاخدها في موضوع معين. اكتر شخص غدر بيك حاليا ندمان قوي على فراقك، ندمان قوي ان هو ظلمك رغم ان انت كنت بتقدم له الخير. في ورق هيخلص سفر، او في موضوع يخص سفر، او انت بتتكلم على سفر، الله اعلم. انت عايز تسافر لحبيب، تسافر لاهل، عايز ترجع من غربة، عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه، عايزين توازنوا علاقاتكم، الله اعلم. في سوء تفاهم حصل بينك وما بين حد عزيز على قلبك، وبسبب سوء التفاهم ده انت حاليا مشتاق، حاليا بتطلع الطاقات السلبية اللي بتدور في بالك او بتدور بعقلك. فياريت توازن الامور وتحسن الامور اللي في دماغك. في عتاب او في مواجهة الفترة دي، لإما هيحصل لإما حصل الله أعلم. في أمور هتخص الحياة العاطفية، هتحط نقط على حروف عندك، وإنت هتقول اللي عندك وهو هيقول اللي عنده، وفي نفس الوقت هتنهي أي حاجة ممكن تضايقك. لإما هتكمل العلاقة لو إنت مرتاح، لإما هتطلع منها وتنهيها. ليه؟ علشان خاطر إنت اليومين اللي جايين لازم تعمل كذا حاجة عندك في حياتك هتحسن الأمور اللي إنت فيها. انت بتشتغل على نفسك قوي، بتشتغل على كل حاجة في حياتك، وعشان كده هيكون عندك طاقة فرج بإذن الله. في اخبار ايجابية هتسمعها، هتحسن الدخل بتاعك، وهيخلي عندك دفعة لقدام ان انت تنجح وتعافر وتجاهد. ما تسمعش كلام حد في مناسبة او في اتصال او في مكالمة، المكالمة دي في عزومة، في اخبار، الله اعلم، بس في مواضيع برضو هتتكلموا انتوا الاتنين او بانت وحد الحد الشخص، او زي ما يكون الحد اللي بيجي على كرامتك بتمحيه من حياتك وبتعتبره مجاش ولا دخل. دايما عندك حسن حظ، يعني حسن حظ في اشخاص معينين، وفي برضو منهم اشخاص بيحاولوا ينافقوا ويكذبوا عليك. فعايزاك طول ما اعصابك هادية تكون انت كمان كده مستقيم في حياتك. في علاقة قديمة من الماضي ممكن، او في حد قديم كان بينك وما بينه علاقة، ممكن يكون في رجوع، او هو عايز يرجع لك او عايز يكلمك. في مواضيع هتتفتح بينكم او هتسمع عنه حاجة، الله اعلم. بص هنا كمان عندك حد بينك وما بينه علاقة، في فرق بينكم وبين بعض، اذا كان هو يعني اختلاف جنسية، اختلاف بلد، ممكن كمان يكون هو متجوز او في علاقة، بينك وما بينه فرق وسبتوا بعض بسبب طرف ثالث بيتدخل بينكم. حد فيكم زهق، حد فيكم تعب، حد فيكم اتخنق فقال خلاص انا تعبت ومش من حقي استحمل حاجة محدش يستحملها. فدايما اللي بيطعن فيك واللي بيغدر بيك هو اللي بيكون عارف عنك كل حاجة. مفيش حد هيطعنك ولا هيغدر بيك ولا هيكسرك يكون جايلك من بعيد، لا ده بيكون عارف كل تخطيطك وعارف كل افكارك، او عارف انت ايه اللي بتشتغل عليه في حياتك، عشان كده بيضايقك. بلاش تقول انا مليش حظ، وبلاش تردد افكار سلبية ببالك، لا. حتى لو انت معكش فلوس، او حتى ان انت ملكش حظ في الاشخاص اللي حواليك، او حتى لو انت مهموم، مغدور، متخان، مصدوم، مفيش الكلام ده. الكلام ده ما تقولوش. الكلام ده لو اتقالك كبر دماغك، اشتغل. طول ما عندك حلم كمل وعافر. والفلوس انت اللي بتجيبها، الفلوس عمرها ما بتجيبك. لما هتشتغل وهتعافر هتمسك فلوس، لما هتتعرف على ناس نظيفة وناس كويسة هتلاقي فعلا الصداقة اللي انت اللي تستاهلها، هتلاقي فعلا الحياة بدأت تتفتح قدامك. بس انت ما تحطش نفسك في مكانة مش بتاعتك وترجع تقول انا مليش حظ، وده اللي انت اليومين دول عمال تقوله. ففي لقاء عاطفي حلو هيفرحك وهيسعدك، بس خلي دايما اعصابك هادية، وخلي دايما عندك تغيير فكري. انت هنا وصلت
بسبب حد، خلاص ما بقتش عايز حاجه من حد، وصلت لمرحله بقيت منعدم الشعور، منعدم الكلام، حاسس بالاكتئاب، حاسس بالاحباط، حاسس ان انت لوحدك. ليه؟ ليه؟ ده بسبب ان انت مدي، وما تزعلوش مني، انتوا مدين ودنكم لواحده صاحبه او لواحد صاحب او لحد عندكم بتسمعوا له اكتر، فكده مدي متضايقين على حالكم. اجتماع حاجه هتظهر لك الفتره اللي جايه، هتكون ما بين الناس ملك، طموحاتكم عاليه، كبريائكم فوق، دايما فخورين بنفسكم، بجمالكم، برشاقتكم، بحيويتكم في الحياه، بتحبوا جدا الاهتمام بالنفس، وده اللي ظاهر لكم، بتحبوا تهتموا بنفسكم، ما بتحبوش حاجه اسمها اكون بخيل على نفسي، العكس، بتحبوا التالق دايما، بتحبوا تثقوا في حياتكم اكتر، بتحبوا تعملوا حاجات كتيره جدا مختلفه في حياتكم علشان النجاح يكون عايم لمستقبلكم. الفتره اللي جايه، الفتره اللي جايه هتكون من اكتر الفترات اللي هيكون فيها نجاح، ونجاح عالي قوي عندك. ليه؟ علشان الطاقات اللي انت فيها هتطلع منها باذن الله، وهتدخل في الصفقه اللي انت محتاجها في اقرب وقت. دايما اقول لك ان انت في اقرب وقت هتنجح، في اقرب وقت هتوصل لكل المواضيع اللي انت بتفكر فيها دي. طب اقول لك على حاجه، في هنا خبر حلو هتسمعه، والخبر الحلو ده هتفرحك قوي قوي، عشان هتحس قد ايه ان هو رساله من عند ربنا، هتحس قد ايه ان حياتك بدات تتحسن من بعد ما هتسمع الخبر ده، والخبر ده متعلق حاليا بحالتك النفسيه. ففي طاقات فرج، وفي امور حلوه هتطلع واحده واحده لحياتك، كل ما هتوازن امورك كل ما هتطلع من الحاجات اللي شاغله بالك. انت مش مغرور ولا متكبر زياده عن اللزوم زي ما بيحكوا عنك، بس رشاقتك وجمالك ولبسك بتكون حاجه فخمه، وده اللي بيضايق الاخرين منك. علامه الاستفهام بتدل ان انت في افكار كتيره جدا في بالك لحد الان، مش عارف توصل لسر، او مش عارف توصل للحاجه المعينه في حياتك. دايما بتمتلك قدرات عاليه وحاجات كتيره، ودايما بتتميز بعزه النفس وبالثقه، عشان كده بيغيروا منك. اقرب مليك غيران من نجاحك، اقرب مليك غيران من الحاجه اللي في حياتك. ما بقاش عندك حاجه اسمها دي حاجه مفضله، او ما بقاش عندك في تعلق بالاخرين زياده عن اللزوم. في قرارات انت حاليا بتاخدها، القرارات دي هي اللي بتوقفك على الارض الصلبه اللي انت واقف عليها وحاطط رجل في حياتك. لو قول لي ايه علاقاتك مع الابراج الهوائيه؟ في علاقه تربطك بحد من الابراج الهوائيه؟ في امور، في حد عندك هنا مزيف ومنافق وبيخدع فيه، انت عارفه بس ساكت، وعندك قرار اخدته، القرار ده ممكن يكون كان في شخص في حياتك، او في علاقه بينك وما بين حد اكتشفت منه الصدمه واكتشفت منه الخذلان، فقررت ان انت تبعد عنه في اقرب وقت، وفعلا هو ده اللي حصل. فلو انت داخل في عزله، داخل في احباط، داخل في اي حاجه، لا ابعد، وما تشمتش حد فيك. وانا دايما اقول لك كده، انت معروف عنك ان انت عندك ازدهار بنفسك وملفت الانتباه، وبتعرف تقنع مين وما تقنعش مين. بس الفتره دي بتفكر كتير، بتفكر في الماضي، خلي بالك، رغم ان انت عندك تجديد بس بتفكر في الماضي. لو انت بتعاني من صراع تفكير زياده عن اللزوم، هدي اعصابك، اعمل حاجه تفرحك، ففي بشره وفي اخبار حلوه، انتوا بس بتفكروا كتير، والتفكير ده هو اللي عامل لكم طاقات السلبيه، هو اللي مخليكم احباط من غير سبب، مخلي عندك الدخل بتاعك فلوسك متبخره، وده اللي انت بتعاني منه، الفلوس عندك متبخره بطريقه رهيبه جدا، والوسواس بتاعك، رغم ان ربنا قريب جدا هيفتح لك باب يحسن كل اللي انت فيه. وزي ما قلت لك ان انت محتاج الطبطبه، محتاج الحب، ومحتاج ان انت تختار الشخص الصح، مش اي حد تدخله حياتك، ومش اي حد تحكي له على اسرارك. اهدى، رغم ان هم فعلا بيحبوك، بس عايزين يوقعوك، ويوقعوك في حاجات تضايقك، او بمعنى اصح تزعلك. فطول ما انت اعصابك هاديه
طول ما انت المشاكل العائلية والنزاع اللي عندك هتخلص منه، والقضية ممكن تكون من صالحك لو انت فكرت صح واخترت صح الوقت المناسب اللي تاخد فيه القرارات الصح. 100% عندك استقرار نفسي، استقرار جسدي، وراحة من بعد التعب. عندك بشرة خير، البشرة الخير اللي انت حاليا جيالك او اللي انت حاليا ناوي تدخل فيها دي حلوة قوي، دي هتطلعك من هم، ومن وراها هيكون في باب رزق. باب الرزق ده هيتفتح قدامك خلال كام يوم، هيبقى فيه قربة لحد او في كلام هيتقاب، الله واعلم، بس هيكون فيه اخبار حلوة. عندك هنا فرحة حلوة جدا 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 هتصيبك، وفي نسب او في كلام او في موضوع هيتعرض عليك، الله واعلم. عندك هنا عيون بتلمع، من ورا عيونك اللي بتلمع دي هيكون ارتباط حق، يبقى انت كده عندك ارتباط او عندك خطوبة هتتم على خير، الله اعلم. في موضوع هيكمل، في نجاح حلو، في تطوير في علاقات، تطوير في امور، وفي نفس الوقت خروج من هم، خروج من حاجة كبيرة في حياتك، خروج من حاجة تعباك وعملالك مشاكل. نفسيتك تعبانة بس في تحسن، في ضيق وخنقة او في توتر وحيرة طلعت منه، او ناوي تطلع من حاجة معينة مضايقاك وخنقاك، اذا كانت علاقة، اذا كان هم، اذا كان مشوار، الله اعلم. بس الحلم او الحاجة اللي مضايقاك هتطلع منها في اقرب وقت، خلال فترة هتطلع منها. عندك واحدة ست دايما بتظهر لك، الست دي دايما بتحاول تأذيك، حرفها او في اسمها حرف الميم، حرف الراء، حرف الياء، ثلاث حروف هي موجودة في حرف منهم، فخلي بالك، خلي بالك ان الست دي بتحاول تأذيك. انت مديها الامان بس هي بتحاول تأذيكي او بتحاول تأذيك، فخلوا بالكم من الاشخاص اللي دايما بيحاولوا يسحبوا منكم الطاقة السلبية، يسحبوا منكم اي طاقة ايجابية ويوزعوا عليكم طاقة سلبية. اليومين دول من اكتر الفترات اللي انت بتشتغل فيها على نفسك، من اكتر الفترات اللي انت بتبني حلم، من اكتر الفترات اللي انت رغم ان انت مقيد، رغم ان انت شايل مسؤولية كبيرة، بس دايما بتحط هدف قدامك وبتشتغل عليه. عندك رقم 5، ممكن تكون انت بتحب رقم 5، 5 ساعات، 5 ايام، 5 اسابيع، الله اعلم. في حاجة هتتشال من على كتفك طال انتظارها. دايما اقول لك ان انت عليك ندر، او انت عليك حاجه ندرتها بسبب حاجه هتحصل، فيا ريت تقعد مع نفسك وتفكر كويس جدا انت ندرت ايه، او في حد في بيتك ممكن ما يكونش انت بالظبط، حد عندك نادر ندر. هنا عندك حظ، طاقه حب، طاقه تغيير، فرحه تخص العاطفه والله اعلم. بس من ورا الفرحه دي في ست، الست دي عينها كبيرة عليك، وهي اللي عاملة لك المشاكل دي كلها، وعاملة لك الحسد الشديد اللي في حياتك، مخليك متقلب المزاج. انصحك دايما واقول لك انك ما تديش الامان لحد مهما يكون، علشان انت دايما بتدي الامان لشريك الحياة، بتدي دايما الحب الزايد لشريك الحياة، وما تزعلش مني بتاخد الغدر، يعني انت بتقدم الحب وبتقدم الحاجات الجميلة وما بتلاقيش غير الطعن والغدر. فدايما اقولك هدي اعصابك، دايما اقولك ادي وخد، وازن العلاقات، وازن الامور، علشان خاطر تحس بالراحة النفسية اللي المفروض تحس بيها، او بالطاقة الحب اللي في حياتك اللي المفروض تغير منها من نفسك. في دايرة انتوا حوفيها، الدايرة دي فيها طاقات مراقبة. انت هنا في بعض المواضيع اللي مضايقك، انت مديت ايدك لحد ومحدش، يعني الحد اللي انت مديت له ايدك ده ما وقفش جنبك ابدا. في شخص هنا باصص لفلوسك، وعشان كده فلوسك متبخرة، فلوسك متبخرة جدا الفترة دي. بص هنا، يعني انت على قد ما انت شخص كريم، وعلى قد ما انت حنين قوي، وعلى قد ما انت بتحب الاشخاص اللي حواليك وبتحب تقف جنبهم وبتساعدهم وبتعافر معاهم وبتعمل كل حاجة هم عايزينها، بس دايما متخان، مغدور، دايما بيأذوك مهما يكون الشخص اللي دايما متعمد يأذي فيك. انت ناوي تمسك طريق الخيط
او ناوي تعرفه. لو بتحبوا حد اتكلموا، بلاش تكتموا، بلاش تكتموا اي حاجة في قلبكم، اتكلموا وسيبوا كل حاجة على ربنا. لو في حد بيراقبكم عايزاكم تخلوا بالكم وتحطوا عينكم في وسط راسكم اكتر. الفترة اللي جاية هيكون في حظ، حظ حلو، ومن ورا الطريق اللي انت ماشي فيه هتمسك احلى فلوس، هتمسك احلى حاجة في حياتك. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليك خبر حلو، هتاخد فترة من الراحة، هتاخد فترة من الطاقة الإيجابية، وهتبدأ تنظم وقتك بورقة وقلم، وهتطلع من أسوأ فترة في حياتك. الله أعلم إذا كانت الفترة دي إرهاق بحياتك تعب هتتحسن. في هنا كمان حد بشرته غامقة، رغم ان انتوا دايما متألقين وواثقين بقدراتكم وخطواتكم واصلين وواثقين في حياتكم، بس عليكم وعلى تحسين النفس، عشان الشخص اللي بشرته سمرة دي اللي بيدعي المحبة بتاعتك وبيحاول كده هو بيكره لك الخير، ممكن يكون في مجال عملك او في مجال حياتك. بإذن الله ربنا ياخد لك حقك من كل اللي ظلمك وكسر بخاطرك، كل اللي كسر نفسك. مين الشخص اللي بينك وما بينه تواصل اجتماعي؟ هيعاتبك وهتعاتبه، وممكن يكون في علاقة فيها انجذاب، او هتتطور علاقتكم من صداقة الحب، الله اعلم، بس في امور هتاخدوا وتدوا مع بعض. وفي عرض هيتعرض عليك، العرض ده انت اللي هتقرر تعمل ايه. وعايزة اقولك عايزاك تشارك لو انت موجود، يعني عندك شريك الحياة بيحبك، بيحبك قوي، فياريت تتعاملوا مع بعض بحياة مختلفة. عندك هنا فرصة وصفقة او عرض هيبقى فيه تحسن. لو انت حاليا بتمر بخنقة وبضيق وبشدة وتعبان نفسية، اطلع من اللي انت فيه. انت دايما حاسس بالوحدة، حاسس ان انت لوحدك، مستني اي حاجة تفرحك، بتبحث دايما عن الشخص الصح، او بتبحث دايما عن الشخص اللي يكون مناسب، دايما بتدور على الاحتواء، بتدور على الحب، بتدور على الحنان، وده طبعا مش لاقيه. ليه؟ علشان بتختار ناس غلط. فعندك شريك الحياة لاما هتتعرف عليه، لاما هيجيلك الشخص ده، هتشوفه كده هتحس بالفرحة لوحدك، هتحس قد ايه ان انت فعلا تستاهل الشخص ده، هيطبطب عليك وهيجيلك في وقت انت محتاج حد جنبك، فساعتها هتحس ان الشخص ده فعلا جاي لك برسالة من عند ربنا، او هتلاقي قد ايه الشخص ده فعلا هو الشخص المناسب لحياتك. لو عندك صديق او حد مقرب لقلبك عايزاك تخلي بالك من غدر او من خيانة، بلاش تحس بالقلق، وبلاش تحس ان نومك مش متنظم، وبلاش التشتت، وازن امورك، وازن علاقاتك. انت اكتر فترة من الفترات دي اللي قلبك فيها مكسور، قلبك فيها بيعاني، فعايزاك تخلي بالك عشان الاتصال اللي جاي لك ده هيكون حلو، وحلو قوي كمان. هتاخد فيه قرار، يعني من بعد الاتصال ده هيبقى فيه عندك احلى قرار هتاخده، ومن بعد القرار ده هتعمل حاجات كتيرة مختلفة في حياتك، هتطور منها نفسك، وهتشتغل على حلمك اللي طال انتظاره. بس دايما اقولك ما تسمعش لحد، كبر دماغك، اهدى، اطلع، وازن، انجح، عافر، حسن من الدخل بتاعك. طول ما في نفس عايزك تعافر لأقصى الحدود، عايزك تبني، عايزك تعمل حاجات مختلفة. انت قراءتك كلها مبشرة، مبشرة بخير، مبشرة بأمور، مبشرة بحاجات جديدة انت ناوي تعملها الفترة اللي جاية. فان شاء الله بإذن الله هتكون الفترة اللي جاية من أجمل الفترات اللي هتلاقي فيها فعلا العوض، هتلاقي فيها فعلا السند، هتلاقي فيها فعلا الحياة اللي انت مستنيها. فما تقلقش خالص، خلي أعصابك دايما هادية، خلي عندك يقين ان أبسط الأمور الأيام اللي جاية هتكون من صالحك إن شاء الله بإذن الله. الطاقات السلبية انت هتطلع منها، والمشاكل هتطلع منها، وهتبدأ تعيد نشاطك، تبدأ تعيد حياتك، هتبدأ تعيد ثقتك بنفسك من جديد، علشان انت الفترة دي حرفيا بتشتغل وبتساعد، وإن شاء الله بإذن الله
فرحة كبيرة جاية لك في الطريق تخص مواضيع معينة انت هتشتغل عليها، وتخص مراحل جديدة برضو انت هتبني عليها مستقبلك، او ان شاء الله بإذن الله اقدر اقول ان انت هتعمل حاجات مختلفة او حاجات جديدة انت في بالك حرفيا. وكمان ان شاء الله بإذن الله طاقة الغدر او طاقة الخيانة اللي عندك هتطلع منها، وهتنتصر على أشخاص، على حياة، على بدايات، على حاجات برضو معينة هتكون جديدة في حياتك. فإن شاء الله هيكون عندك سعادة عظيمة، عندك أمور حلوة، عندك طاقة، هتطلع من طاقة اللخبطة برضو، وهتطلع من طاقة المشاكل. وزي ما قلت لك لو عندك مشكلة وسواس قهر سحر أي مشكلة عندك اكتب بس تم، هبعت لك لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاج، هيكون العلاج الشافي ليك بإذن الله. فأنت بس اكتب تم هبعت لك العلاج اللي أنت محتاجه. أتمنى لك السعادة والهنا والرزق والتفاؤل، أتمنى لك الخير القادم. تحياتي ليك، وقول لي رأيك في الكومنتات على القراءة بتاعتك.